مكابدة الصعود إلى القمة يتطلب بذل المزيد من الجهد، لكن لا يكل مقاتل الجيش من الاستمرار في قطع المسافات في مهمة ملاحقة عناصر الميليشيا بين الأودية والتلال، حيث يقضون أصعب الأوقات في الخطوط الأمامية للمعركة. في منطقة الزغن الواقعة جنوب صرواح، سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تبتين تقعان نهاية حدود منطقة صرواح وبداية حدود منطقة حبابة باتجاه صنعاء، وهي الموقع الذي شهد أشرس المواجهات وسقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. ليس لدى الميليشيا من ينقذها في أرض صرواح، فرصاص الجيش الوطني يتساقط عليها من كل اتجاه، وفيما يشبه الفصل الحاسم من المعركة تدور المواجهات في عزم الجيش على تخليص آخر مديرية المحافظة من قبضة الميليشيا. تأخذ صرواح أهميتها الجغرافية من التوسط بين محافظتي مأرب وصنعاء، لذلك تستميت الميليشيا بالمعركة هنا كحائط صد أول منيع من الوصول للعاصمة صنعاء، حيث تستمر بدفع المزيد من عناصرها إلى الجبهات ودون أن تدرك أنها ترسلهم إلى جحيم مأرب. تعبت الميليشيا من مكابدة القتال وجها لوجه مع أفراد الجيش الوطني، فكل الأمور تهون إلا مصادفة الموت على هيئة مقاتل شرس يندفع بكل تحد إلى أقصى نقطة في الجبل وسط سيل من الرصاص، طريقة لم يجد أفراد الجيش الوطني أسلوبا آخر من خوضه حتى تطهر آخر تلة في المديرية وربما ما بعدها، حيث تضيق المساحة هنا يوما بعد آخر بتواجد الإنقلابيين فيها، مما يوحي بأن المديرية الأكبر في المحافظة بل والمحافظة كاملة في طور ميلاد جديد بالخلاص النهائي من الميليشيا.